حياكم الله. اليوم بسوي لكم نوعين من الايس كريم المنزلي يسلسح مره، وهذا النوع الاول فراوله والثاني شوكولاته، والطريقه مره سهله، فخلنا نبدا. النوع الاول اللي هو النوتيلا راح نضيفه، ونضيف معه حليب وكريمه وسكر. بعد ما نخلط المكونات نضيفهم قوالب الايس كريم. والنوع الثاني اللي هو الفراولة أضفت شوي ماي وضربته في الخلاط، بعدها صفيه وضيف كريمة وسكر. بعد كذا نصبه بالقالب ونحطه في الفريزر لمدة لا تقل عن 4 ساعات.